الحرية لكل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وحرية التعبير بالمغرب. الحرية لعمر راضي الصحفي الحر الذي يعاني الويلات في سجن تفلت جوج، المطالب بإطلاق سراحه الفوري ولا مشروط، وفي انتظار إطلاق سراحه نطالب بتقريبه إلى منزل سكن والديه. والدته فاتحة الشريبي التي تعاني الأمرين نظرا لأنها امرأة مريضة وتضطر إلى السفر يعني كل أسبوع لرؤية ابنها. الحرية لكل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وحرية التعبير بالمغرب. أطلقوا سراح الأبرياء، أطلقوا سراح الأبرياء، أطلقوا سراح الوطن.